الريض هو واحد العنصر فعال، وحنا الحمد لله في المعهد ديالنا الاول، المعهد الدولي لعلوم الصحه في الدار البيضاء، كنحاولوا نديروا له ماكسيموم باش يكونوا المتدربين ديالنا تياخذوا واحد لا فورماسيون دو كاليتي كتكون المواكبه ديالهم في المستشفيات. وكنحاول عندنا واحد سونتر سيميلاسيون، كنديروا لهم واحد سيميلاسيون ميديكال بانهم كيتدربوا، كيحاولوا يتدربوا هنا في المركز، وعاد كيمشيو لهذا لي زوبيتو. وفي في لا فورماسيون اللي واقف عليها الاستاذ مجدي اللي هو الديريكتور، كتكون مواكبه لا في المعهد لا خارج المعهد. وكنتمنوا بان جميع المتدربين والمتدربات يكونوا عند حسن الظن. انا جد سعيده بهذه التجربه، كانت كتعجبني انني ندخل دومين يكون فيه شي حاجه كتساعد الناس، كنعاونوا الناس، كنقدوا الناس من بزاف د الحوايج، والمدرسه فتحت ليا هذا المجال انني ندخل ليه. انا دابا كمتدربه كنستفد بزاف لا من ليكول لا من الاستاجات اللي كنخرج ليهم. كنبغي نوجه تحية هامة للطاقم ديال المدرسة، المدير، المشرفين كلهم، الأساتذة ديالنا كاملين على هذه الفرصة اللي عطاونا والمعلومات اللي كيشاركوها معنا. جو سوي فيغ أنني نكون في هذا الانستيتيو اللي عطاتني إن بون فورماسيون، واحد لا فورماسيون اللي هي كبيرة بزاف، اللي خولتني أنني نخرج لي ستاج، أنني ندخل للدومين اللي أنا شخصيا كنت يعجبني بزاف، كنتمنى فوقاش نلبس لابلوز البيضاء. والحمد لله تمكنت في هذا الانستيتي انا نخرج لي ستاج، انني نساعد الناس، حيت انا شخصيا كنقول لانفيرميير هي واحد المهنه اللي انسانيه بالدرجه الاولى، انك تقدر تعاون الناس، انك تقدر تكون معاهم، كتقدر تكون معاهم في جميع الحالات الصحيه ديالهم. الحمد لله اليوم كنحتفلوا بالعيد ديالنا، عيد الممرض، اللي هو واحد النهار كبير. حنا كممرضين ديال المستقبل ان شاء الله كنتمناو اننا ان شاء الله نمثلوا لانستيتي ديالنا في احسن صفه او نيفو ديال لي زوبيتو ولا ديال لي كلينيك، اننا هاد لوغو ديال لانستيتي ديالنا ان شاء الله يكون واحد لوغو اللي هو كبير ان شاء الله، ونمثلوه احسن تمثيل. وكنشكر الاداره ديال لانستيتي اللي كتسهر على اي حاجه صغيره ولا كبيره باش ناخذوا فورماسيون اللي هي زوينه، وباش يخرجوا ناس اللي هما يكونوا في المستوى، ويخرجوا دي زيتيديون اللي يكونوا كابابل ويكون عندهم لا كومبيتونت اللي تمكنهم ان شاء الله انهم يولجوا لسوق الشغل. وان شاء الله هذا العام احتفلنا بعيد الممرض في الانستيتي ديالنا وحنا ايتيديونت، العام الجاي ان شاء الله كنتمنى نحتفلوا به في شي اطابليسمو ان شاء الله، وحنا ان شاء الله نكونوا ممرضين سوق الشغل. وشكرا بزاف. كيشرفنا على ان نخلدوا كل سنه اليوم العالمي للممرض الذي يصادف كل سنه اليوم الثاني 10 من ماي. هذه السنه خاصه كنحتفلوا به وكنحتفلوا به دائما، وكنتمناو الصحة والعافية للممرضين والممرضات المغاربة اللي صراحة بينوا على الكفاءات ديالهم، بينوا على الكفاءات ديالهم خلال المرحلة اللي عشناها ديال كوفيد 19، اللي تبين بأن المغرب الحمد لله كيتوفر على طاقات في المجال ديال التمريض. والارقام كتشهد بان المغرب هو من الدول اللي استطاعوا على انهم يوضعوا واحد الحد للانتشار ديال الكوفيد 19، وتغلبنا عليه الحمد لله. واليوم احنا كنعيشوا بصحه جيده، وذلك بفضل طبيعه الحال اللي ما نقدروش نكروها، هي بمجهودات ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. كنتمنى على اننا العام المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم نعاودوا عاوتاني نجدوا الاحتفال ديالنا بهذا اليوم العالمي اللي صراحه كيبقى يوم اللي كيعبروا فيه المواطنين المدنيين على مدى الاحترام ومدى الاعتراف بالمجهود اللي كتقوم به الاسره ديال الممرضين والممرضات في البلاد ديالنا. والحمد لله تنقولها ونعاود نقولها كيشرفنا وكيشرفني انا شخصيا على انني نحتفل مع المتدربين ديالي ومع الطاقم التربوي ديالي بهذا اليوم العالمي للممرض. وشكرا.